نتحول إلى منطقة اليورو، حيث تراجع معدل البطالة في المنطقة إلى مستوى تاريخي، وذلك وفقا لبيانات رسمية مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي متحور أوميكرون. وقد ذكرت وكالة يوروستات الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن نسبة البطالة المعدلة مساميا قد بلغت 7%، وهو أدنى مستوى لها منذ بدايات الوكالة تسجل المعدل في فبراير من عام 1998. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لرغدة وهبة، إليكما. أشكرك ميرفت. واصل محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة القصير. هذا كما التقى المحافظ عددا من المواطنين وأجرى جولة في المدينة تزامنا مع الاحتفال بذكرى 52 للعيد القومي للمحافظة. وخلال جولته أعلن محافظ البحر الأحمر عن تسليم 500 وحدة إسكان اقتصادي قربت على الانتهاء للمستحقين عقب الانتهاء من لجان التظلمات. كما افتتح محافظ البحر الأحمر أعمال تطوير الشاطئ العام لمدينة القصير بعد انتهاء تطويره بمرحلتيه الأولى والثانية ليكون متنفساً لأبناء المدينة. المرحلة اللي جاية هتشوفوا تنمية يعني بشكل واضح جداً في الشلاتين وفي حلايب بإذن الله، المناطق الجنوبية بالذات. احنا عارفين ان عندكم بعض المشاكل، في مشاكل بسيطة مش كتير، الحكومة المحلية مشاكل عارفينها، بعض المشاكل من ضمن المشاكل ديت انتوا كنتوا طالبين ان الشباب عندكم يتوفر لهم مساكن، الشباب عندكم يتوفر لهم عمل او يتوفر لهم اماكن عمل.